أهلا وسهلا بكم مرة ثانية وتفاصيل. دي كانت وقعة بسنت ودي معايير اختيارها، ويمكن أنا يستوقفني إن استمر الجواز. تعالى تقدم لي، راح تقدم لأهلها، دخل البيت قال لهم لا عندي مهر ولا عندي شبكة ولا عندي قايمة ولا عندي مؤخر. هو عمل كده ليه؟ عشان هو الأهم عنده يأمن نفسه. طب هل الست بقى أمنت نفسها؟ أتمنى لها كل الحياة السعيدة، يعني هي حد طيب وحد عاطفي ورومانسي، فأنا بتمنى لها كل الحياة السعيدة. تعالوا بقى كلمنا احنا كلمتين. يجي بيتك اسمها يقدرك. يعني ايه يقدرني؟ يعني ما يجيش لاب وام ربه وعاش وطلع عينيهم عشان تبقي انتي واحده قد الدنيا كده ويقول لهم انا معيش، مش منطقي، مش حلو. وبعدين يقدرك بقى ما حدش يقولها هنشتري ومش هنشتري وبيبيعوا وبيعوا وشروا، سيبكم الكلام ده. لحد دخلت البيوت يتفضل، مش قدها يسيب بنات الناس. دخلت البيوت يبقى اللي يدخل يبقى قد البيت اللي دخله. ده راجل وست طلع عينيهم على ما ربوا بنتهم وهيعملوا لاخوها زي ما المطلوب منك. يعني اخوها يجيب شبكه محترمه، يجي يعمل فرح، يدفع مهر، يجيب عفش، العادي العادي. فتحة البيوت مش سهلة، واللي يدخل ويقعد يبقى قد الناس اللي رايح له. بس ليه؟ لأن في أب وأم شايفين هما تعبوا في ولادهم قوي، بنتهم دي طلع عينيهم فيها. ولسه بنكمل، أنا عايزة أقول لكم إن البنت الحياة معاها ما بتنتهيش، على عكس الولد. يعني البنت دايما الام بتفضل في حياتها، تيجي تبقى حامل تروح بيها عند الدكاتره، تيجي تتعب تقعد في بيت باباها، تيجي مش عارف ايه يروح لها ايه، تيجي يحصل ايه تولد، تيجي تقعد تمشي من البيوت 3 4 5 شهور والبيبي على ايديها. احنا عارفين الكلام ده. اما بلاش كلمه بيع وشروه ومش عارف ايه، كلمه دي اللي يقولها بقى اللي مش قد البيت اللي دخله. صح؟ صحيح. يعني في واحد يقول لك ده باباها طالب مني شقة تمليك ومش عايزها تتجوز فيها إيجار، هي اتربت في التمليك طول عمرها، بلس إن أخوها هيجيب تمليك ويجي بعد كده الحقد، والواحدة تروح تحس هي قليلة ومش لاقي اللي يسد وراها ولا قدامها، تقول لك أنا مش مرتاحة. طب ما من الأول هي، يعني أنا بستغرب تنازلاتي اللي ملاش. طيب هو ينال لازم تمليك؟ مش لازم، مش لازم. في بنت تبقى ربنا كرمها بوظيفه محترمه، هو ربنا كرمه بوظيفه محترمه وهيبداوا مع بعض. ما تجيش بقى انت تقعدي تقولي ده انت ما اتجوزتنيش في شقه تمليك، ده انا بابا كان صح، ده انا كل شويه بيجي الايجار ما اعرفش. طب ما انت وافقتي من الاول وغلطتي باباكي. الشيله بتبقى تقيله يا شيخ ابراهيم. صحيح. من الاول يبقى في وضوح، محدش يتنازل. وبعد انت ما تتنازل اسمها تنازل، بعد ما انت تتنازلي لازم تتقدري، لازم. يعني هو بابا اتجوز مامتها في شقه مش تمليك، لا تمليك، ما اتجوز يا سيدي في شقه تمليك، جه القاهره عاش في شقه ايجار، لكن والدتها دي على دماغه يقول لك الست ام فلان، يقول لك بس هي تؤمر، لا دي تعبانه. حضرتك فاهم؟ بيقدر التعب وشراكه المشوار من الاول. يعني صحيح. انا بشوف ان التنازلات نازلتي استحملي للاخر بقى، للاخر شيلي شيلتك للاخر، ما تجيش بقى نقعد نتكلم ده مرات اخويا اصل هي عملت مش خلاص بقى. صح. وبيجي الطلاق من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الواحد الاحد، بسم الله الفرد الصمد،
بسم الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الزواج من أسباب الغنى. النهاردة بيقولوا أنت ما معكش ما تتجوزش لأنك هتعمل وهتخلي، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن الرزق لهذا البيت، فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولكن الدين الإسلامي وضع أسسا لهذه الحياة حتى تستمر على المودة وعلى الرحمة بين قوسين الحب. حد بيقول لك القايمة مش دين، مش شرع. احنا بس عاوزين نشوف ايه الأسس اللي ربنا سبحانه وتعالى حضرتك حطها لهذا الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام كلم الولد الشاب اللي هو عاوز يتجوز، قال له إذا توفرت الشروط دي اتجوز، توكل على الله. وكلم ولي أمر الفتاة، إذا الراجل ده مشترط فيه الشروط دي توكل على الله وجوز بنتك. نتكلم الأول عن طريق البنت. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولي أمر البنت زوج ابنتك لصاحب دين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في الحكاية دي قال الشاب اللي يجي عنده دين يبقى هيخاف على بنتي، هيعملها بما قال الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لما قال للفتاة أنت عاوز تتجوز يا ابني؟ قال له آه. قال له طب اتجوز واحدة مفترض ان هو يشترط ان يكتمل فيها اربعة اركان. تنكح المرأة لاربع: لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن الدين قاسم مشترك عند الواد وعند الـ البنت. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جواز المرأة السوء. قالوا من هي خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. هم اختاروا، بدل انت حضرتك اخترت وارتضيت بنت ابراهيم عشان تخش عليها، يبقى انت مالي ايديك. عندنا حاجة في الشرع اسمها مهر المثل. مهر المثل مش حاجة اسمها هتجوزك من غير مهر. يبقى هنا ركن من اركان الزواج مش موجود، يبقى هذا النكاح فاسد. كان زمان يقول لك هتجوزها على ربع جنيه. ربع جنيه ايه؟ ربع جنيه حضرتك كان بيصرف عليا انا شخصيا اسبوع كامل بمواصلاته، وكنت ساكن بعيد عن اهلي في مدينة الازهر. يبقى اديني اللي يوفر الحياة الكريمة، وزي اختها ما اتجوزت او زي صاحبتها ما اتجوزت يكون مهرها بدون مبالغة وبدون ارهاق للشباب. النبي عليه الصلاة والسلام وربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال وآتيتم احداهن قنطارا. لما جه سيدنا عمر بن الخطاب يحدد المهور والمغالاة في المهور، قامت امرأة وقالت يا عمر أيعطينا الله قنطارا وتنتقص منه؟ فقال عمر بن الخطاب أصابت المرأة وأخطأ عمر. هنا بقى نتكلم على قضية القايمة. ده اتفاق حضرتك، ده اتفاق المرأة بتجيب كذا وهو بيجيب كذا، والحاجات دي كلها بتتكتم في عقد، بلاش قايمة الكلمة اللي بيجيبها حساسية، عقد اتفاق بين الولد وبين البنت او بين اسرة الولد واسرة البنت، ويكون ملتزم بيها. ما انت ابوها مش راضي قايمة، يبقى لازم مهر، لازم مهر. واللي انت بتجيبه جهز بيتك زي ما انت عاوز، وما تكتبوش زي ما انت عاوز، بس ما تفرضش عليها ان هي تجيب الادوات الكهربائية والادوات معرفش مين، ولازم تجيب الدش ولازم تجيب التلفزيون والشاشة بدل الواحدة ثلاثة والتلاجة بدل الواحدة اربعة والغسالة بدل الغسالة ثلاث غسالات. انت بتشترط عليها، يبقى هي برضو بتشترط عليك شقة تمليك وشقة اربع اوض ولازم وعربية وحساب في البنك، وزي ما انت تشوف. الافضل الافضل عدم المغالاة في المهور. الواد ما يغاليش في طلباته، والبنت ما تغاليش في طلباتها، حتى تستقيم الحياة وحتى يقبل الشباب على الزواج، لكن بشروطه الواضحة شرعا.
تعالى نطلع نشوف تقريرنا الأول ونرجع لكم مرة تانية. أبقوا معانا. النهاردة وإحنا عند أهالينا في مطروح، النهاردة بنفتتح مسجد الرحمة، حتى تكون الرحمة نصيبك في الدنيا ونصيبك في الآخرة، ويرحمك الرحمن في الدنيا والآخرة. الإسلام لما جه علم المسلم أنه لا توجد علاقات، أي علاقات إلا علاقة الإسلام، العلاقة الحقيقية التي تستحق أن تكون من أجلها إخوانا. في هذا اليوم نفتتح هذا المسجد المبارك، ونشكر مؤسسة فعل خير ما على ما قدموه من تشييد هذا المسجد، ومن فرش هذا المسجد، ومن هذا العمل، ونشكر كل من ساهم فيه ولو بكلمة. فهذا بيت الله عز وجل تقام فيه الصلوات، ويقرأ فيه كتاب الله عز وجل، ويتعلم فيه كتاب الله جل وعلا. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. نشكر مؤسسة فعل خير على هذا العمل، وجزاهم الله خيرا، ونشكرهم على هذا المسجد وهذا الفرش وعلى دورات المياه، وجزاكم الله خيرا. بناء هذا المسجد على نفقة ورثة المرحوم سليمان علي ناصر المصري، وكيلا عنهم الحاج علي سليمان علي المصري، إهداء لأهالي مطروح تحت إشراف وتنفيذ مؤسسة فعل خير. النهاردة اللي يفعل الخير هو بيفعل الخير له، إحنا المستحقين، إحنا اللي عايزين ذنوبنا. الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ويستر العيوب، لأن الصدقة هي سبب في مغفرة الذنوب وستر العيوب. من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، الخناس الذي يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس. احكي لك قصة بناء المسجد ده، اللي بناه جالكوا قال لكوا ايه، تواصل معاكوا حكى لكوا ايه؟ احنا عندنا حضرتك لستة انتظار في المساجد في مطروح، عندنا اكتر من 25 مسجد طلبات بناء مساجد. فلما بيبقى عندنا مسجد وبنقول احنا عندنا مكان وعاوزين نبني فيه مسجد، فبنعرض الامر ده على المحسنين المحترمين. فجه عندنا من حبايب ومن احبة المؤسسة الحاج علي المصري، وقلنا له الموضوع كده كده كده، في مكان في المكان الفلاني وعاوزين نبني فيه مسجد، دول 4-5 تلاف في تجمع وعاوزين وما عندهمش مسجد. قال مش معقول. قلنا له لا معقول. قال خلاص يلا توكلوا على الله اعملوا المسجد. المسجد ده مسجد من حوالي 90 مسجد ما شاء الله، يعني احنا داخلين على 100 مسجد المؤسسة عملتهم وانشأتهم في اماكن متفرقة، وخاصة محافظة مطروح. بنينا المسجد من اوله لاخره، والحمد لله رب العالمين افتتحناه على احدث ما يكون، وادي مسجد تاني زي المسجد الاولاني برضو المؤسسة هي اللي عاملاه. لما بيجي حد ويقول انا عاوز مسجد كامل، بياخد المسجد كامل، بياخد المسجد كامل. لما واحد يجي يقول طب انا عاوز، لما بنقول مسجد عاوز دورة مية مثلا، او عاوز سقف للمسجد، او عاوز تشطيب مسجد، بنديه لكل واحد اللي هو عاوزه. طب هفترض ان واحد بيقول انا لازم اعمل حاجة واحط طوبة في المسجد ده، بنقول له السهم عندنا فيه ب5000 جنيه. لو حد عاوز يشيل بند كامل، كهرباء، فرش، سباكة، انارة، اي مكان هو البند اللي هو عاوزه، او فرش او سيراميك مثلا، او اي حاجة في المسجد، بنعملها له كاملة على نفقته، وبنعمل له فيديوهات بيها اول ما نشتغل، في وسط ما اشتغلنا بعد تمام التشطيب. طيب حد شاف المسجد الجميل ده عايز يعمله لنفسه، يكون في مكان برضو فيه متاح في مكان تاني؟ عندنا اماكن كتيرة، عندنا بقول لحضرتك 25 مكان مساجد كاملة هننشئها من اولها. حد شاف حضرتك كده برضو قال عايز يعمل سهم رحمة ونور على امه، 5000 جنيه السهم، 5000 جنيه.
لكن اللي عاوز يشيل في المساجد اللي هي الجديده اللي احنا بنعملها. وبالمناسبه ان شاء الله احنا بدانا فعلا في مسجد جديد بنشتغل عليه، لسه بنعمل الارضيه بتاعته واللبشه بتاعته، وهنرتقي فيها بقى بالقواعد والسملات والعمدان والحيطان. ان شاء الله ربنا يكمل علينا، وربنا يبارك للناس اللي هم بيتبرعوا، ويبارك للناس اللي بيشاركوا، ويبارك للناس اللي هم هيستفيدوا من المسجد، يدعوا للي هو دفع واللي هو انفق، وربنا سبحانه وتعالى بيشيل الكرب بالصدقه، وبيشيل السو بالصدقه، وبيشفي المرض بالصدقه، وبيوفق الاولاد بالصدقه. وببشرهم كلهم بكلام ربنا سبحانه وتعالى قاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، أو قال قصرا في الجنة. تعالوا نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما عنديش أمية ومنزلية للأمية خالص، نفسي يكون عنده أمية، نفسي حد يساعد جوزي، عنده سكر وبياخد أنسولين، ما عنديش إمكان إن أجيب له علاج عشان كده السكر بيرفع عنده، وما عنديش أمية، بجيب مية من عند الجنان وساعات بلاقيهم قافلين ما بلاقيش مية، ومعايا عيال صغيرين ما عايزين يخشوا المدارس، مش عارفه ان انا اجيب اعرف احميهم اعرف البسهم كويس، ما عنديش امكان ان انا اعمل حاجه خالص. سيدنا ابو طلحه رضي الله عنه وارضاه لما نزل على الحبيب صلى الله عليه واله وسلم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. انطلق إلى حضرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، أنزل الله عليك كذا لن تنالوا البر؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي هي بيرحاء، حديقة كانت بها نخيل، كان بها نخيل، وإني أشهدك يا رسول الله أني قد وهبتها لله ورسوله، خذها يا رسول الله وضعها حيث شئت. النهاردة الحالة اللي قدام حضرتك دي بنتك، دي مش بنت حد غريب، دي بنتك انت، لازم تعرف ألف مرة ان هي اذا كانت ظروفها تعبانة في الحياة وما عندهاش اخوات، لا انت اخوها، ان اذا كان ما كانش عندها اب يساعدها في الحياة انت ابوها. هذا ما جاءنا به صلى الله عليه وآله وسلم، ان نكبر خاطر الناس. البيت دي فيه مية؟ لا ما فيهوش مية. وعايزة ايه تاني؟ هو قدامكم ان كان سقف محارة يعني زي ما اللي يعني حضركم شايفين، يعني البيت سقف اهوت ما فيش سقف. شايفه الوضع، عايزه تعريشه، ده بيت البيت زي ما باب البيت زي ما احنا شايفين، ده الصاله اللي الناس قاعده فيها، ده بيت زي ما احنا شايفين، دول اهالينا، دول ولادكم قبل ما يكونوا ولادنا، ودول اخواتكم انتوا قبل ما يكونوا اخواتنا، والولاد الصغيرين دول ازاي تامن عليهم ان هم يعيشوا في 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 في, في حاجه متعرشه بالبوص وعليها فلقين نخل؟ انت فين من هذا الكلام؟ لابد انك انت تنظر الى هؤلاء، انا مش عايز اقول لك بعينك، لا تبص لهم بقلبك، لان من جبر خاطر هؤلاء الناس الله تبارك وتعالى جبر خاطره في الدنيا والاخره، ومن احسن الى هؤلاء احسن الله اليه في الدنيا والاخره. الناس دي محتاجه ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نعم بالله. اه والله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويساعدنا وننقل الصورة الحقيقية للناس، عشان بنديلهم على طبق من ذهب الخير والمعروف اللي هم يجب ان هم يشاركوا فيه. الأسرة دي وزيها 100 أسرة في المنطقة ديت، المكان كله ما فيهوش مية، عاوزين 100 وصلة مية فيه، وعاوزين 150 سقف عشان الناس دولت يعيشوا في أمن وأمان، حتى يعدوا الصقيع بتاع الشتاء اللي احنا فيه، برد قاسي جدا. حد عايز يساعد الأسرة دي مطلوب منه؟ عاوزين ليهم سقف، وعاوزين ليهم حمام، وعاوزين ليهم سيراميك، وعاوزين ليهم سرير يناموا عليه، والولاد بوتاجاز حتى عشان يشتغلوا عليه، وحلتين أو حاجة، لأن هم أسرة ما عندهاش حاجة خالص. وكمان يغلف كل ذلك وصلة مية عشان الست دي معاها أولاد صغيرين ما بتأمنش عليهم، عشان تسيبهم وتروح تملى مية من 2-3 كيلو هتيجي تلاقي في مشكلة في الأولاد دي. فدول فيهم عوز، يبقى لازم نحط ايدينا في ايديهم عشان نكمل لهم السقوف اللي هم عاوزينها وصلات المية اللي هم عاوزينها. سعر وصلة المية
سعر رصاصة المية 3000 جنيه، 3000 جنيه السهم في السقف ب 5000 جنيه. طيب جاي لك سؤال من أستاذ محمد طلعت الهيش، بيقول عندنا مقابر عايز أهدة علشان أبنيها وفيها عظم أعمامي وسيداتهم نسائهم الله يرحمهم، وأريد أنقلهم إلى مقبرة أخرى. تمام. ثم أعيدهم مرة تانية وأعيدهم تاني، إزاي أتعامل معاهم؟ وعايز من حضرتك رد لأنه قاعد بيشوفنا. هو حضرتك الأستاذ ربنا يبارك فيه الأول ليه طريقة من اتنين. اتفضل. الطريقة إن هو يبلي هذه العظام، يعني كيفية بلي هذه العظام، يجي جنب الحوائط بتاعت المقبرة القديمة ويفحت في الأرضية ويعيد دفن العظام اللي هي موجودة، وبعد كده يحط عليها رمل ويبقوا اندفنوا خالص، تبقى المقبرة قدامه جديدة. إذا هو حابب ينقل العظام دي يكفنها الأول جديد، يجيب لها كفن جديد خالص ويحترمها ويشيلها على راسه ويشيلها في مكان أمين جدا 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 باحترام، لأنه كسر عظام الميت ككسر عظام الحي. وبعدين ينقلها في أمان، وبعد كده يعيد بناء المقبرة ثم يقبرهم مرة أخرى. في بقى حد يقول بعد ما تعمل كده لازم تقرأ قرآن ولازم تعمل صدقة. الحقيقة انك لازم تعمل صدقة، لان دي إعادة دفن مرة تانية، وتقرأ لهم قرآن وتدعو لهم وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منهم إن شاء الله. هو في حاجة تانية عايز أسأل فيها حضرتك. تفضل. هو دي مش قلة رحل الميت؟ ما هو حضرتك اللي عندنا ضرورة إعادة بناء المقبرة بقت أصبحت ضرورة من الضرورات الملحة، فأنا عشان الضرورات تبيح المحظورات، فلازم أحافظ على الميت. حتى أنا قلت كسر عظام الميت ككسر عظام الحي، يعني حطها في كفن جديد ويربطه كويس ويشيله مظبوط، وعشان ينجي نفسه من الحكاية دي كلها يحفر 50 سنتي في 80 سنتي تحت ويعيد دفن العظام مرة تانية ويردم عليهم وما ينقلش. أفضل. شكرا يا مولانا. طيب هو خدنا بقى أستاذ محمد، خدنا في سكة الموتى، يعني يمكن احنا خدنا بالنا مع حضرتك جدا ان الميت في الآخرة يعني شايف ومطلع وحاسس وعارف، عارف ان ابنه ده عمل له حاجه وافتكره، عارف ان ابنه ده صلى ودعا له، عارف ان بنتي دي بتقرا كل يوم ورد رحمه ونور على ابوها مغفره ليه، عارف. طبعا عارف، طبعا عارف، واكتر من الحي. نعم اكتر من الحي. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انا ما بشوفش اللي ورا ظهري، الميت بيشوف في كل الاتجاهات لأنه يرى بنور الله، يرى بنور الله، لأنه يرى بنور الله. أصل الروح من ربنا، وبدم نور ربنا يبقى من لا يحده حد ولا يحجبه ضوء ولا يعني يحويه زمان ولا مكان، فهو مطلع على كل اللي بيحصل، يعني شايف الفرح اللي عند ولاده وشايف المحزن اللي عند ولاده وشايف الولاده اللي نجحوا وشايف بنته اللي اتجوزت، وكل ده مبسوط بيه ومسرور جدا بيه. اكثر ما يسيء للميت ويسود وجهه هو السيئه يرتكبها ابنه. السيئه يرتكبها ابن الميت دي بتحزن الميت جدا، لكن اللي يفرح الميت انت بتقدم صدقه، انت بتعمل له. طب لو عمل له صدقه هو ارتكب سيئه وندم وقال لا انا ابويا او امي همش دعوة أنا هعمل لهم صدقة. الله تعالى يعفو عن كثير. الله تعالى يعفو عن كثير. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة فوجد أعرابيا جلفا من أهل الصحراء يطوف حول الكعبة ويقول يا كريم، فمشى النبي خلفه وقال يا كريم، فقال الرجل مرة أخرى يا كريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كريم، فوقف الرجل والتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتهزأ بي يا رجل؟ والله لولا نورا في وجهك لشكوتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا سيدي يا رسول الله، تعال نشوف تقريرنا الجاي والأخير. أبكوا معنا. موسيقى.
ولما نقول سرور تدخله على انسان يبقى هو كان مهموم، يبقى هو عنده هم. طب في هم اعلى ولا اكبر من انك انت يكون عندك اولاد وما عندهم شويه تكفيهم الليله، او اكبر من انك انت تكون في مكان وعارف ان بيتك محتاج ميه وزوجتك هتطلع ازاي تروح 3 كيلو او 4 كيلو عبال ما تجيب الميه وتيجي؟ النهارده الناس دي في هم، يعني احنا ما بيننا وبين الهضبه حاجه بسيطه، ومش هيروح الاماكن دي غير مؤسسه فعل خير. بين منك يا استاذنا تعمل لنا اي بير هنا بتاع ميه، عشان ما فيش اي بير جنبنا هنا خالص. تمام، وحتى اللي عايز يساعدنا يعني ما فيش حاجه دلوقتي، انت عارف ظروف اليومين دولت. والله الميه نجيبه فيها يعني حوالي 2 كيلو من هنا. النهارده لما يكون بير زي ده هيخدم اسره، طفل عايز يروح المدرسة، زوجة عايزة تعمل الأكل لزوجها عبال ما يجي، عبال هتمشي 2 كيلو أو 3 كيلو عشان تجيب مية، وزوجها يجي ليه يعني أحوال الحالة تعبانة. فلما تقفر الحالة ده وتعمل له بير مية مش هيبقى عنده هم، هيبقى مهموم من إيه؟ مش هيبقى عنده تعب. فربنا هيزيل التعب اللي عندك، وربنا هيزيل النصب اللي عندك، وربنا هيبارك لك، لأن شعار النبي عليه الصلاة والسلام بل شعار مؤسسة فاعل خير: ما رأينا منفقا في الحياة إلا وستر، جعلك الله من أهل الستر يا من تقوم بعمل هذا البيت. ما فيش أي بير جنبنا هنا خالص. تمام، وحتى اللي عايز يساعدنا يعني ما فيش حاجة دلوقتي، أنت عارف ظروف اليومين دولت. والله ما ينجبوا فيها يعني حوالي 2 كيلو من هنا. طلبات حضرتك في ايه يا مولانا؟ ربنا يبارك في حضرتك. شايفه الورقه طلعت اهي، ادي الورقه الامانه اللي محملينها لك. يلا قول لنا. انت بتفكريني دايما. احنا مش هننسى، لو نسينا اي حد مش هننسى خالص السيده الفاضله الحاجه ساميه عبد الفتاح الامام. دي من المحسنين اللي هم دايما ايديهم ممدوده للمؤسسه، وزوجها المرحوم دكتور رأفت حسين حلمي كانت قاعده بتتكلم مع صاحبتها، وبعدين بتقول لها ده انا بعمل كذا في مؤسسه فاعل خير، فقالت لها طيب والله ده انا عاوزه ناس ثقه عشان يعملوا لي وهيعملوا لي، فقالت لها ايوه هيعملوكي، فبعتت لينا هي رخرة عشان نعمل لها بير الحاجه حبيبه عيد رجب لزوجها المرحوم الدكتور علي محمود علام. ربنا يبارك فيهم، ومش هننسى الحاج صلاح الصعيدي وستنا اختنا الكريمه الحاجه اجلال ابراهيم. بندعي لهم كلهم ان ربنا يجعل الصدقة في ميزان حسناتهم ويرفعهم الله بها في اعلى عليين باذن الله رب العالمين. مؤسسة فاعل خير محتاجة النهاردة 150 سقف، السهم في سقف ب 5000، محتاجين 100 وصلة مية، وصلة مية ب 3000 جنيه، محتاجين 7 مساجد السهم في المسجد ب 5000 جنيه، واللي عاوز يشيل بند كامل نديله بند كامل. عندنا كمان مؤسسة فعل خير بنبدأ في 5 محطات تحلية، بعد ببشر حضرتك ودي على الهواء مباشرة، نحن خلصنا المحطة الخاصة بحضرتك مع اخواننا اللي هم بدأوا يشاركوا ان شاء الله، وكلكم تشوفوها على الخير ان شاء الله يا رب. نورتيني وشرفتيني الشيخ ابراهيم الدسوقي. كل سنة حضرتك طيبة والمشاهدين كلهم حضرتك طيبة. يلا حضروا ورقة وقلم، هنقول لكم المبادرة بتاعتنا 400 عروسة من اليتيمات، هنجهز 400 عروسة. يمكن هي مبادرة كل سنة، وسبحان الله يمكن السنة دي زادت. استنوني بعد الفاصل، ابقوا معنا.